إلى مصر، حيث لقي حادث مقتل 4 أشخاص بينهم رجل الدين الشيخ حسن شحاتة في قرية زاوية أبو مسلم بمحافظة الجيزة لأسباب طائفية جراء اقتحام مئات من الجماعات السلفية منزلا كان يتواجد فيه الضحايا. لقي إدانات واسعة حيث استنكرت الرئاسة المصرية الحادث بشدة ووصفته بالجريمة النكراء، كما أدانته مختلف التيارات السياسية ومشيخة الأزهر الشريف والتي وصفته بالعمل الإجرامي الذي يعد من أكبر الكبائر وأشد المنكرات. في خطوة مفاجئة ودون سابق إنذار، تم الاعتداء على منزل بزاوية أبو مسلم بمحافظة الجيزة للشيخ حسن شحاتة، تعرض للاعتداء والحرق على يد مجموعة من السلفيين حسب التحقيقات الأولية بعد حصار منزله بسبب اختلافه عنهم في مذاهبهم، مما أدى إلى وفاته وثلاثة آخرين. هنا ناس كثيرة جت الشارع عايزين يقتحموا بيت شحات دوت، وعايزين يطلعوا الناس الضيوف. هو كان ما اعرفش كان عنده ضيوف بتاعي بتعمل ايه انا اصلا، فالناس نهد فيها عشان يتراجعوا على اللي في دماغهم، مفيش تراجع وحصل اللي حصل. تضارب في الروايات عن سبب إلقاء زجاجات المولوتوف على المنزل وحصاره، ما بين احتفال عائلي وإقامة طقوس تعارض مذهب المهاجمين، مما أدى إلى حرق المنزل بالكامل وتسبب بالوفاة وإصابة أكثر من 20 شخص آخرين. مش من الدين ان الناس دي تموت، هو لو كافر حتى ما تموتوش، ربنا ما امرش، الاسلام بتاعنا ما امرش بكده، ولا الدين بتاعنا، ولا حضره النبي اللي احنا بنتكلم باسم حضره النبي ما امرش ان اليهودي يتقتل. ردود فعل غاضبه ومتواليه على هذا الحادث والذي استنكرته رئاسه الجمهوريه بشده، وصرحت جماعه الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي ببراءتهم منه، وادانه الازهر الشريف واصفا اياه كبيره من الكبائر، مشددا على حرمة إهدار الدم الذي يجر جموع الشعب إلى نفق مظلم. أعتقد أننا نعيش في مثل هذه الحالة العبثية لأننا لم نتمسك بهذا المنهج الوسطي المعتدل، وهو منهج الأزهر الشريف. أعتقد أن رسالة ما حدث بالأمس هي رسالة لكل صاحب فكر التكفيري والفكر العبثي الخارج عن صحيح الدين، نقول لهم أن أيديكم ملوثة بالدماء وأنتم شركاء لمن قتل. منعطف خطير تدخل فيه مصر ببداية الاعتقال على أساس طائفي، وسط استنكار كل القوى السياسية لمثل هذا الحادث، والتي تؤكد على أنه لن يجني سوى ثمار الفرقة وتمزيق أواصر الوطن الواحد. هشام حسنين، لقناة الكوت الفضائية، القاهرة.